طبعا هناك الناس اللي بشاكل وده انا ما عارفه بالضبط كده، لكن الحرب كان شديد، الناس يعني بيجي بحجم الناس بالليل بكتلون. طبعا حياتي قلبي في يدي، لانه احنا قاعد جايين مشردين ومجهدين، اثناء ما كنا جايين في الخلط ذاته كنا خايفين يعني ربما نازل القونا ساعدين في جبران. هنا جينا برضو لقينا ناس ظرف زي ظرف مكانة، وجينا قعدنا عشنا في الرواكب. وفي نهاية السودان ده وطني أنا، نكون مشجعة كلها مباوية والسودان وطن فعلا. إن رؤية شديدة شديدة عشان سلام بيجي، ما إن صيغة لأنه يعني الخلة يكون صيغة موجود، لأنه الناس بيقولوا السلام خلاص تم في السودان. أثناء ما سلام في جنوب انتهى، وبدأ سلام في بدل لسان الهري في دارفور، عشان كده فقد الصيغة في حكومة، لأنه ما ممكن يكون تجاه حرب وتجاه سلام. Today in Darfur, Sudan, widespread atrocities based on prejudice, hate, and injustice are taking place out of the public eye. Now imagine instead a world where human rights are respected and protected for all people. A safer, more peaceful world.